بسم الله ما شاء الله، قولي هالجناحات شلون معرمين علينا، بس هالحركة مو علينا. الحد فوق أساسي، قريتك تشكل قاسي، ومنين ما بدك رحلو، بس أهم شي يكونوا مهبرين ما يكونوا معصمصين. المعصمص مشكلة تلاقي ما في لحم ما في هبرة، تاخدوه هيك من إيده تمام وتقولوا له داد داد. يسعد لي اوقاتكم، اليوم عاملين لكم اكله غير شكل، الجناحات المقليه اللي عم تقرمش قرمشه كثير طيبه، من جوا منهنها ومستويه ومن برا عم تقرش قرش، شغله كثير مدلله، فكل اكلاتنا بكفه وهالاكله بكفه لانه كثير طيبه ومرتبه ورح تدعوا لي عليها. عنا كيلو جناحات هون، انا نقعته بمي وخل وملح لحتى يروح الزنخه منه ويعطينا اللون البياض، هذا شغله ربع ساعه بيطلعوا هيك شايفين بيض بيشهوا القلب ان شاء الله. هلا كيلو الجناحات انا رح اخذها حطها هون تمام لحتى تبلها. اول شيء بحتاج انا معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه صغيره زنجبيل، نص معلقه صغيره هيل ناعم، نص معلقه صغيره بودره الثوم، ربع معلقه محلب، كاسه زيت نباتي، شايفين شلون بنحطها هيك وبنبلش نحرك فيه هون لحتى المكونات كلها تصير روح وحدة. هلا عندي نص كيلو طحين او 600 جرام انا حاطط تمام، نص كيلو بيأدي طبعا، رح اخذ له معلقه مليانه يعني مقوبعه ملح تمام، رح كتها فوق منه ورح اخذ رشه فانيلا يعني هيك ربع معلقه اقل من ربع معلقه بيمشي الحال، الفانيلا رح تعطينا طعمه كثير طيبه بقلب الجناحات. هنحركهم مع بعضهم مشان يصيروا روح وحده. هلا انا بعد ما تبلتهم حطيتهم بالبراد شغله 4-5 ساعات ليتخمروا، طبعا انتم بتساووها الصبح هي الشغله وعلى الغدا بتتغدوها فيها العافيه، شغله كثير مدلله لما تتخمر وتتشرب بتعطينا نكهه كثير طيبه وفظيعه. اذا بتحبوا كمان سريعه بعد ساعه زمان نص ساعه كمان بيمشي الحال، بس يفضل انكم تخمروها بتعطينا نكهه اطيب تمام. هلا اول شيء شو بتساووا، بتاخذوه هيك من ايده تمام وبتقولوا له دادة دادة لوين على الطحينات، بنحطه بهالطحينات وبنقول له روحي، منتبله هيك تتبيل وبندعك ودعك هيك شايفين شلون، بس طحنته انفضه هيك منيح يا غالي، بس اصحك يطير. ها هلا انا سويت التتبيله مدعومه قصدا يعني من شان شو، مشان اعمل له الوش ثاني. هلا اول شيء شايفين بعد ما طحنتهم رح ارجع اعلقكم بالتتبيله مره ثانيه وطحنهم مره ثانيه، منه القرشه بتصير اقوى ومنه الطعمه اطيب والتتبيله بتخرق اكثر، شايفين شلون هي هيك برحلوا على الطحين كمان بطحنهم، يعني صرت شو مساوي انا متبلهم مرتين ومطحنهم مرتين، طبعا هذا اختياري، يلي حابب ما يطحنهم مرتين كاسه نفس العيارات البهارات، بس هون رح تختلف عنا كاسه الزيت كاسه شاي رح تصير زيت النباتي طبعا تمام، اما انا هيك رح تطلع معكم شغله كثير مدلله. هلا وقت تتبلوهم مرتين بالتتبيله وتطحنوهم مرتين رح يعطوكم سماكه وقرشه وطعمه التبله كثير رح تكون طيبه تمام، فيكم تقتصروا على مره واحده مثل ما قلت لكم، بس هيك رح يطلعوا شيء على العالم يعني. زيت على النار نايصه وصل، وروحي وروحي يا عمي، بسم الله ما شاء الله، قولي هالجناحات شلون معرمين علينا، بس هالحركه مو علينا. تعم الله يسيابين، منغطوا هيك بكريم التوم لهالجناحات، ومنين ما بدك رحلوا، بس أهم شي يكونوا مهبرين ما يكونوا معصمصين، المعصمص مشكلة تلاقي ما في لحم ما في هبرة. والحد فوق أساسي، قريتك تشكل قاسي، ومنين ما بدك رحلوا يا سيدي، طلعوا مقرمشين وبشهوا القلب، وكريم التوم مع الصوص الحد شي خيال يعني، جربوها ما بتندموا، كتير طيبة وكتير ظريفة. وعلى سيرة كريم التوم كمان أنا عامله فيديو الشاورما، إذا بتحبوا روحوا شوفوا طريقته، بيطلع هيك أبيض مثل التلج وكتبوا فوقه صوص الحد شي خيال يعني. هي وصفتنا كانت اليوم، إن شاء الله تكونوا سريتوا، إن شاء الله تكونوا انبسطوا، والسلام عليكم.